انا كنت لسه بتكلم على احمد العوضي في الاسكندراني، انا لسه ما شفتش الفيلم يعني لازم اتفرج عليه ده مما لا شك فيه، بس كنت بقول اكيد اكيد خالد يوسف بيقدم العوضي بشكل عام ما اعتدناه، يعني بشكل قصدي مختلف عام ما اعتدناه. عوضي ممثل اكشن معروف ذائع الصيت ناجح في كل ده، لكن بالتاكيد خالد ما اختارش عوضي بس عشان الاكشن، في حاجه تانية. لا بكل تاكيد الاكشن في النهايه عنصر مساعد مش هو عنصر الفيلم الاساسي. يعني انا اخترت عوضي لانه هو موهوب واستشعرت فيه موهبه لم تظهر بعد وامكانيات مكبوته جواه ما فيش عمل طلعها حتى هذه اللحظه. وانت عارف انا دايما براهن على الموهبه وعلى تقديم بطل جديد للسينما المصريه، لان ده واجبنا ان ما نخليش الحكايه قصرة على 3-4 نجوم هم لو ما وافقوش على فيلم الفيلم يموت. يعني صح. لازم كل سنه نقدم بطل واثنين عشان تستمر الصناعه يعني. مظبوط. فدي عادتي طول عمري يعني، وده شغفي وده الشالنج بتاعي او التحدي اللي دايما بعمله، ان انا اقدم بطل جديد وينجح مع الناس ويبقى عندي يعني احساس بال يعني بالارتياح ان انا اعرف اقدم ده واستشعر ان ده يبقى فيه طاقه ما والناس كمان تستقبله كويس، فاحس بشعر ان انا كان عندي حق يعني. فعوضي نجم من طراز رفيع اولا رايي، لانه عنده دقب في الشغل ما شفتوش في حياتي في كل النجوم اللي انا اشتغلت معاهم، دقب غير محدود وبيشتغل 24 ساعة تدريبات طول الوقت ما بيكلش ولا بيمل، وفي نفس الوقت موهوب يبقى وملائم جدا للشخصية اللي كتبها أستاذنا أسامة أنور غشاشة. خليت إن الزمن عليا أقدم. طب ده شيء رائع.